فمرات كان والدي يعارض الكلام، يعارض انه اطلع اروح اجي، ما يصير هاي البنت هكذا، البنت يجي عليها حكي، البنت يجي. فقلوا البابا يعني بابا انه ما كل مره يعني اي بنت هي تطلع هي ما خوش، ما اي بنت هي تطلع انه ما خوش، اكو يعني اكو امور مستوجبه. والصراحه انا عندي مرات اكد حب الوطنيه هكذا كلش يزيد، فالمدينه محتاجه، المدينه محتاجه شباب وبنات يقفون سوا الصف واحد. نقطه او ساعه الصفر كان كلش حافز انه عندي لو نجيته وطلعته بسلامه، انه اي شخص راح يطلب مساعده راح يعني راح اتوجه لمساعدته مهما كلفني الثمن. هذه العبارات كنت اطلقها صراحه بالمنزل لاني كنت كلش مكبوته، فاوجه الكلام انه الماما ماما ترى انا هكذا انا راح اعمل. والله انا ادعو العوائل انه لا يضيقون على بناتهم، لانه هسه الزمن تغير والنبي يقول عيشوا زمن اولادكم، لا تعيشون اولادكم على زمنكم.